فيلم In Our Prime. تبدأ قصة الفيلم ويا شاب اسمه جيهو وهو من كوريا الجنوبية ويكون متوسط إلى بسيط الحال، وبسبب ذكائه واجتهاده انقبل منحب أحد مدارس المتميزين. ونعرف أن هاي المدرسة هي متخصصة للعباقرة فقط، ونشوف أن كل الموجودين بها أغنياء عدا جيهو، ولأن الطلاب البقية هم مترفين من الناحية المالية فهم عندهم الإمكانية اللازمة لدخول مدرسين خصوصي وأيضا أفضل المدرسين. وبعدها نلاحظ أن جيهو درجاته صارت أدنى شيء مقارنة ويا زملائه، أو أيضا مقارنة ويا نفسه سابقا. بعدها يصير امتحان الفصل الأول، ولما الامتحانات تنتهي تكون درجاته قليلة كلش. وهسه نتعرف على أستاذ كين، وهو دائما ينصح بالنقل من هاي المدرسة المدرسة عادية، لكن جيهو يحاول ويصر على بقاء هنا. وبهاي الأثناء نشوف جيهو بالسكن الداخلي، وأصدقائه يطلبون من عنده أنه يجيب لهم أكل ومشروب، وبالفعل هو يروح يجيبهن ويجي، لكن للأسف يلزم الحارس اللي اسمه لي ويبلغ الإدارة بهذا الموضوع لأنه المشروب ممنوع بالسكن. ولما يجي اليوم التالي المدرس كين يحاسب جيهو ويسأله ويقول له انت من وياك ومن كان يريد يشرب، لانه انت جايب اكثر من زجاجة، وهذا يدل على انه اكثر من شخص مشترك بهاي السهرة. لكن جيهو يكون موقفه بطولي وما ينطق باي حرف من اسماء اصدقائه، ويقرر انه يتحمل العقاب لوحده، وعلى اثرها ينطرد من السكن لمدة اسبوع. وهنا نشوف اصدقائه وهم بدأوا يحسون بالذنب، فهم ينطون اموال تقديرا الموقف وياهم، بس جيهو يرفض ياخذهن ويقول لهم هاي المواقف ما يحتاج تنطوني عليها فلوس لانه احنا اصدقاء وهذا واجبي. فواحد من عندهم يقترح على جيهو انه يسكن بمعمل العلوم المهجور، بس الحارس لي دائما بالليل يفتشه، وهم كانوا خايفين لا يشوفه ويسبب له مشكله ثانيه. وهسه نتعرف على الحارس لي ونعرف انه هو من كوريا الشماليه، وهو كان يراجع دكتور، والدكتور ينصحه انه يغير وظيفته لانه هاي الوظيفه جاي تاثر على صحته وتسببت له بارق، وهو كان ياخذ حبوب وعلاج منوم يلا يقدر ينام. والسبب الرئيسي هي وظيفته كحارس ليلي، بس لي يقول له اني ما اقدر لانه هاي الوظيفه الوحيده اللي متاحه لي حاليا. وبهاي الاثناء نشوف جيهو وهو يبوع للمسائل اللي انطاها الهم الاستاذ، وهو ما كان يعرف شلون يحلهن، وخصوصا من الاستاذ قال لهم انتم لا تحاولون تبحثون بالانترنت لانه انتم ما راح تلقوا لهن حل. بعدها يضم الورقه ويمشي، وهو ماخذ حقيبته على مود يغادر السكن، بس تلحقه صديقته اللي اسمها بوران، وهو لفت نظرها من رفض الاعتراف على اصدقائه بالسكن. وبوران تقول له المفروض تقول اسمائهم على مود ما تتعرض للعقوبه، بس جيهو ما يهتم الها ويكمل طريقه ويروح للبيت، لكن لما يوصل ما يلقى امه، فيشوف البيت بحالة فوضوية ويقرر انه يبدأ بالتنظيف ورتب البيت. ومن توصل امه تفرح من تشوفه وتحضنه، فتسأله عن دراسته، لكن جيهو ما يقول لها انه درجاتها ضعيفة، ويطمنها ويقول لها كل شيء تمام. بعدها ام جيهو تعتذر لابنها وتقول له انا اعتذر لان انا ما وفرت لك العيشة المناسبة بعد وفاة ابوك، وايضا اعتذر من عندك لانه انا ما اعطيتك الحياة المريحة كباقي اقرانك. فهنا جيهو يتأثر بكلامها، بس يلاحظ انه اكو امل بعيونها، وهي كانت منتظرة الانجاز اللي حققه ابنها، فيقرر ما يقول لها على اللي صار وياه من احداث السكن، ويكذب عليها ويقول لها اني اجيت حتى اخذ شويه ملابس وارجع للسكن الداخلي. وبالفعل ياخذ حقيبته ويروح، ولما يجي الليل يكون محتار لانه ما يعرف لاي مكان يروح، والمطر والرياح بدت تلامس دموعه، فيقرر يروح المختبر العلوم المهجور. وفجاه نشوف الحارس لي وهو يتابع اثار اقدام غريبه، وهاي الاثار تقود المختبر العلوم. وهنا يشوف جيهو داخل المختبر، فجيهو يبدا يحكي له ويقول له اني بسببك انفصلت لمده اسبوع، واهلي مسافرين وما انطوني المفتاح، وانا ما اقدر اروح لغير مكان. فالحارس لي يحزن ويضوج بسبب تصرفه، ويقرر انه يخليه ينام بالمختبر بدون ما يقول لاحد، لان الوضع كان حرج بهطول الامطار ولانه الجو كان غير مناسب. بعدها ياخذه وياه للمكتب، ويبدا لي بحل مجموعه الغاز ورياضيات، او جيهو كان يحاول يحل واجبه الرياضي، بس بعد يوم متعب جدا يتغلب النوم عليه، او ورقه الواجب تسقط من ايده، فلي ينتبه عليها، ويقرا الواجب اللي يريده من عندهم الاستاذ، وبسبب الملل اللي تعرض له لي، يقرر انه يحل الواجب ويخليها بحقيبته. وباليوم التالي جيهو يستغرب ان الواجب مالته محلول وكامل، فيقدمه للاستاذ، والاستاذ كين يستغرب لانه جيهو لاول مره يحل واجبه بشكل صحيح، والمفاجاه انه هو تميز من بين زملائه لان هو الوحيد اللي قدر يحلها. وبعد المحاضره يتذكر جيهو انه اللي كان وياه بس الحارس لي، وعرف انه الحارس لي هو اللي حل الواجب، فيروح له بسرعه المكتبه على مود يتشكر من عنده، لكن لي يكون متبلد المشاعر، وجيهو يطلع من المكتبه بدون اي كلمه، ويبقى جيهو يفكر بطريقه على مود يعبر له عن امتنانه إله. فبالليل يقرر يكنس قدام مكتبه، ولما لي يشوفه ياخذها من عنده ويركض وراه. وبمرور ايام بسيطه نشوف جيهو وهو يجي على لي ويطلب من عنده انه يساعده ببقيه الواجبات، بس لي يرفض ويغلق النافذه. واثناء عمل لي يسمع انه الاساتذه كانوا يتناقشون بموضوع الطلاب ومن ضمنهم جيهو، وكانوا يتناقشون عن مستواهم الدراسي الضعيف، ويقولون انه الطلاب الفاشلين احنا راح ننقلهم المدارس الثانيه اذا بقى مستواهم ضعيف. ولما يجي الليل لي يصيح لجيهو وساله عن
الملحن مالته وشون حصلها. فقال له اني حصلتها لانه انا كنت اذكى طالبه بين طلاب مدرسته القديمه، او ايضا انا حصلتها لان والدي توفى وكنت مستحق هاي المنحه. ويقول له انا ردت هاي المنحه على مود ادخل كليه مرموقه وعلى مود اشتغل بوظيفه حتى اعين امي. فالحارس اللي يطلب من عنده انه يقابله بمختبر العلوم المهجور. او اليوم التالي لي يتصل على صديقه اللي ساعده سابقا بهروبه من كوريا الشماليه وطلب من عنده انه يجيب له مصابيح، او بالفعل صديقه جاب له المصابيح اللي طلبها من عنده. بعدها لي يروح المختبر العلوم وياه المصابيح، وفجاه يشوف جيهو منتظره وياه حليب الفراوله، وجيهو جابهن لان هو يعرف انه لي يحب هذا الحليب. وهنا لي قال له انا راح ادربك بس عندي ثلاث شروط، الاول ما حد يعرف اني دا اساعدك، اما الثاني فما تسالني عن اي شيء خارج الرياضيات، والثالث انا راح ادرسك لكن ما اريد اعرف درجاتك. فهنا جيهو يفرح ويوافق على كل الشروط، ولي ينطي قاعده اساسيه ويقول له انه فهمك للسؤال اهم من حله. وبعدها يمر الوقت ويخلصون التدريب ويشوفون الوقت تاخر، فيروح لي على مود ينام. بس بالصدفه جيهو يشوف مسجل او يعرف هذين التسجيلات المغني، فيسال لي عنهم. ولي يقول له انا احب الموسيقى الكلاسيكيه، ولانه جيهو يحب يفرح لي يفتح له الموسيقى على تليفونه لانه يكون الصوت واضح. فهنا جيهو يساله ويقول له انت ليش عفت كوريا الشماليه، بس لي ذكره بالشروط وبسرعه جيهو يسكت. بهاي الاثناء المدرس كان يبلغ الطلاب بتبليغ مهم، وهو انه راح تصير مسابقه واللي ينجح بيها راح يتاهل للجامعات المرموقه، والمسابقه راح تصير بعد شهرين. ونشوف جيهو هو يوميا يروح ويشتري حليب الفراوله وهو كنوع من الشكر الاستاذ لي. بس فجاه صديقته بوران تلاحظه وتقول له انت ليش يوميا تاخذ هذا الحليب، معقوله انت مدمن عليه؟ وهو يقول لها كلامك صحيح، وبسرعه يعوفها ويروح على لي. وهو كان يروح له بشكل يومي حتى يقوي مهارته بالرياضيات، وبيوم من الايام ينطي معادله ما تنحل الا بالحاسبه، بس لي يجبره انه يحلها بايده. وبقى جيهو يحل بالمعادله، واستمرت المرور 3 ساعات يلا قدر يخلصها، وبالفعل قدر يحلها بشكل صحيح. وباليوم التالي نتيجه التعب نام بالصف بدون ما يحس على نفسه، لكن هنا نتيجه صديق تبوران وتصحيح على مود يركز بالدرس. بعدها نشوف صديق جيهو اللي كان ايضا مستواه ضعيف وهو انتقل من هاي المدرسه، ويكون على ملامح الحزن لانه انتقل وترك اصدقائه. وجيهو بقى يخاف لا ينقل مثله اذا جاب درجات سيئه. فهنا بوران تيجي بصفه وتقول له لا تخاف لانه حتى انا منحه وانت لا تقلق هوايه، وهي حشت هيك على مود تواسي. فجيهو عباله انه هي جاي تستهزئ بي لانه هاي المنحه ما يحصلوها الا الطبقه الضعيفه، واللي يعرف على بوران انه هي من الطبقه الغنيه، ولهذا السبب هو ما صدقها. فبوران كانت على وشك انه تحكي له حقيقتها، بس امها اجت وصاحت لها وهي عصبت عليها لانه جاي تصادق ناس من الطبقه الفقيره. لكن نعرف انه بوران فعلا اجت عن طريق المنحه لانه ابوها منفصل عن امها، او كان احد حقوقها انه تاخذ منحه، ولانه هي ميسوره الحال قدرت تدخل خصوصي وتجيب درجات ممتازه. وهسه نرجع لام بوران وهي تقول لبنتها انا جبت لك افضل مدرس بهاي المدينه، وبالفعل تروح وياها على مود تتعرف على المدرس. وبالليل نشوف استاذ لي وهو يلاحظ على جيهو انه هو متوتر وخايف، وهذا الشيء ما يخليه مركز بالدرس، فيقول له اهم من كل شيء انه ما تخلي الاستسلام يغلبك، لانه اذا ما خليت الاستسلام يغلبك فراح يصير عندك احتمالين واللي هن النجاح او الفشل، اما اذا تخلي الخوف يغلبك وما تحاول وتستسلم فراح يبقى عندك احتمال واحد واللي هو الفشل، وانت لازم تكمل ويمكن يكون من حظك النجاح. ولا تنسى اني موجود وياك وراح اخليك تروح للجامعه اللي تريدها. بس فجاه تدخل بوران عليهم واثنيناتهم ينصدمون من عدها، وبوران تشكر استاذ لي على مساعدته لهم. فلي يبقى يباوع على جيهو بنظرات غريبه، وجيهو يقول له صدقني انا ما قلت لاحد وما حد يعرف بالسر، بس بوران تقول له انا اتبعته واجيت هنا وهو ما قال لي على اي شيء، وانا اريد اجي وياكم ادرس. ولانه لي بقى تحت امر الواقع يقبلها وياه ويشترط عليها بكتمان السر، وبالفعل هي توافق. بعدها لي يشوف مجموعه من الطلاب وهم يعبرون اكل من خلال السياج، فهو يسوي نفسه ما شاف لانه ما يريد يرجع ياذي احد مثل ما سوى ويا جيهو. فهنا جيهو يساله ويقول له انت شلون درست الرياضيات؟ فلي يقول له بدايه الامر انا كنت ادرسه على مود اتفوق وافوز وتكون عائلتي فخوره بي، لكن تعمقت بي حبيته اكثر وبقيت ادرسه بشكل لا نهائي. وفجاه نشوف انه عد بوران عزف موسيقى بهاي المسابقه، ولانه لي عنده خبره بيها يعلمها طريقه العزف ويقول لها اعزفي مثل الرياضيات والارقام. وبالفعل بوران تتعلم بسرعه وتجيد هاي الطريقه. وباليوم التالي نشوف جيهو بالمحاضره والاستاذ كان يخطا بحل المعادله، فجيهو يصحح له الخطا، لكن الاستاذ يتدارك موقفه والاحراج اللي تعرض اليه ويقول لجيهو حتى لو كان خطا احنا راح نمشي على وفق التعليمات التربويه. فجيهو يبدا يناقشه ويقول له احنا متميزين واذكياء وما لازم نقبل بالخطا. فيبقى الاستاذ يدافع عن نفسه لكن بدون فائده، وبعدها يقرر انه يعاقب جيهو ويطلعه من الدرس. وبهاي الاثناء صديق لي يجيب له تليفون على مود يتصل عليه، وايضا على مود يسمع الموسيقى بصوت واضح ويصور من خلاله. وبهاي الاثناء جيهو يشوف لي وهو يباوع على المباهرات والاطروحات
المعلومات الرياضية من خلال التليفون، فيقرر يفرحة ويروح المكتب الحاسبات ويصيح على صديقه على مدى طبع للمبرهنات والأطروحات الرياضية، وبالفعل طبعها وكملها، ويروح على لي وينطهيها ويقول له هذا الشيء أفضل من شاشة الجهاز الصغيرة واللي ممكن تأذي عينك مستقبلا. فجيهو يلاحظ أنه ملامح الفرح تتشكل على وجه لي، فهنا لي بدأ يوصيهم على دراستهم اليوم المسابقة واللي هو باكر. بعدها جيهو يحل مثل ما تعلم من لي، لكن بوران تتوتر وتترك الحل، ويبقى جيهو قلق عليها. ولما خلص الامتحان يتصل بيها أو يعرف أنه جهازها مغلق، فيرسل لها رسائل لكن بدون فائدة لأنه هي ما ترد عليه. بس بعدها يعرف أنه أمها عاقبتها لأنه هي ما حلت صحيح بالامتحان. بهاي الأثناء جيهو يروح ويا لي ويقضون ليلة جميلة احتفالا بإجابات جيهو بالامتحان، أو نعرف أنه هو نجح وفاز بالامتحان. فيقرر يعزم على وجبة العشاء، لكن لما ينتهي الليل ويجي صباح ثاني يوم، المديرة تبلغ الأساتذة بحضور اجتماع ضروري ومغلق، ونعرف من خلال الاجتماع أنه أسئلة المسابقة تسربت ولازم يعرفون منه مسببها، فيتوالى البحث عن اللي سربها. بعدها نشوف أستاذ لي وهو بالأسواق ويا جيهو، فيجي أحد طلاب القدامى الأستاذ لي ويسلم عليه ويقول له أستاذ أنت عبقر الرياضيات، وهو ينحرج قدام جيهو لأنه ما يريد جيهو يعرف منه هو. أو لي يبقى ساكت وما ينطي أي مبرر، ولما يرجع المكتب يذكر ذكرياته لما كان ويا ابنه ويشربون حليب الفراولة، وهسه نعرف من راح ابنه. وباليوم التالي ينتبه جيهو على نشرة الأخبار وهم يحكون على نظرية هيمن، وهي من أصعب العمليات الرياضية واللي اكتشفها هو أستاذ لي من كوريا الشمالية. فجيهو لما يعرف بسرعة يركض على لي ويقول له أنا عرفت أنت منه وهاي نظريتك. فلي حصب عليه وكان على وشك أنه يضربه ويحذره أنه ما يفتح هذا الموضوع مرة ثانية. بعدها نشوف جيهو وهو داخل بتحقيق لأنه كاميرات المراقبة مصورتها قبل يوم الامتحان، وكان هو طالع من غرفة الحاسبات وقالوا له أنه الاتهامات كلها متوجهة بناحيتك وخصوصا أنت جاوبت بالامتحان بإعجوبة. لكن هو يبرر موقفه ويقول لهم أنا كنت أطبع فقط، فأستاذ كان يقول له أنا مصدقك لكن ما حد راح يصدقك من بقية الأساتذة، لهذا أنت انقل من هاي المدرسة بكل هدوء حتى ما تتعرض للعقوبة. ويقول له أنا راح أحاكي المديرة بموضوعك وراح أخليها ما تعاقبك وتصرف نظر عنك. فهنا جيهو يضطر يوافق ويوقع على عقد النقل. ونشوف بأماكن أخرى انتشار أخبار تقول بأن كوريا الجنوبية خطفت أستاذ لي من كوريا الشمالية. أما صديق لي فكان يريد يوضح الحقيقة ويحاول يقنع لي بأنه يطلع بتصريح أو يعلن براءة دولة كوريا الجنوبية من هذا الأمر، لكن لي عصب ويقول له أنا ما أنسى اللي سواه ويا ابني ويرمي الأوراق من إيده. ونعرف أنه جيهو كان يسمع كل الحديث ويتفاجأ من يشوف أستاذ لي دي يجهز حقيبته وهو كان يريد يروح لمحطة القطار، بس يتذكر ابنه لما اتهمه أنه هو أناني لأنه جاب الكوريا الجنوبية وما يقدر يعيش ببلد غير بلده. ونعرف أنه أستاذ لي كان من أهم الأساتذة أو أهم النظريات كانت على إيده، لذلك هم استغلوا علمه بتصنيع الأسلحة النووية، بس هو كان رافض هذا الأمر بشكل كلي لكن جبروه على أنه هو يساعدهم. فبرحلة الكوريا الجنوبية لما عبر البحر فقد ابنه، وقوات الساحل هي من طلقة الرصاص عليه وهم اللي تسببوا بقتله، وكان هذا موقف صعب على لي. بعدها جيهو جاب توقيع أمه على قبول النقل، وأستاذ كين مدح تصرفه وقال له أنت هسه سويت الصواب. بهاي الأثناء نشوف أستاذ لي قاعد في فندق صغير، فبوران اتصلت عليه وسولفت له على قصة انتقال جيهو من المدرسة. وبيوم توزيع النتائج كان جيهو محضر غراضة على مدير غادر المدرسة، بس بوران سرقت غراضة على مدير يبقى ويحضر الحفلة. وبالفعل قدر جيهو يحضرها، وبداية الحفلة المدير كان يقدم البروفيسور يونغ، فيبدأ يونغ يحكي عن أستاذ لي وعن إبداعه بالرياضيات. وفجأة يدخل أستاذ لي والكل كان مستغرب لأنه هذا الحارس مالتهم أو لأنه يونغ صديق لي من زمان قدر يتعرف عليه، والكل كانوا بحالة دهشة من اللي شافوه. فأستاذ لي يصعد ويبدأ يحكي عن صديقه جيهو ويقول لهم هو كان يطبع للمبرهنات وهو ما سرب الأسئلة، ويكمل كلامه ويبرأ من الاتهامات كلها، وأيضا يحكي قصته ويا كوريا الشمالية ويبرأ كوريا الجنوبية من الاتهامات اللي تعرضت لها. وهنا يقرر يكتشف على مسرب الأسئلة ويقول إنه أستاذ كين هو اللي سربهن وأنا شفته بعيني، وهو سوى هيك لأنه تعصب من موقف جيهو لما صحح له الخطأ، فقرر يلبس التهمة حتى ينقله ويقول لهم إنه كوريا الشمالية استخدمتني بشكل غير صحيح، بس هسا أبحاثي جاي تدرسها الكليات والكل مستفادة من عدها وهذا الشيء الوحيد اللي كنت أنا أريده. ولما يخلص يشكر جيهو لأنه حاسس بشعور الأبوة اللي افتقدها، وجيهو من يسمع كلامه يتأثر ويحزن ويبدأ يبكي. ولما ينتهي الحفل يشوفه صديق لي ويقدم له جواز السفر ويقول له أنت حاليا صرت مواطن حر وإلك كافة الحقوق للسفر لجميع الدول، ولي يفرح هواية. وبعدها يودع جيهو ويقدم له نسخة من النظرية الأصلية وياها قلم العباقرة اللي استلمه من شان لي بصغره، وهذا قيمته غالية جدا. وبعد مرور سنين طويلة لي يدرس بأرقى الجامعات بالعالم، وهنا جيهو يسافر على لي اللي موجود بمركز أبحاث الرياضيات ويخلي له حليب الفراولة. ولي يتفاجأ بحضور جيهو إله بعد طول هاي السنين وهو
يفرح من يشوفه ويحضنه، لأنه جيهو عوض عن فقدان ابنه.